حاجة التيوب اهي مقفولة من حياتي، حواليها دم الشعر، امال ايه ده؟ ادهيجن جواها مية او صديد. تعالي نمسكها بقى من بره لجوه، يعني وانا بجاوب كده بتفرج بالمنظار من فوق. اول حاجة بكتشف بيها ايه؟ غير التيوب الايه؟ ادهيجن. يبقى انا باصص من فوق الاقي التصاقات. حاول تفتكر بالرسم. اثنين، إذا لقيت كيزيس ماتيريال أو حاجة عاملة زي السوسج خلينا تي بي، اللي هو تي بي سيل بنجايتس، تلاقي الأنبوبة عاملة زي السوسيس كده ومليانة كيزيس ماتيريال، أقول أه ده تي بي سيل. يدخل كمان تيوب ديستنكت ويز ماية، بيسموها إيه؟ هايدرو سيلبنج، طفية صديقة، بايو سيلبنج. لازم أفرق أعمل إيه؟ بشفط، والله لقيت ماية يبقى هايدرو، لقيت صديد يبقى بايو. يبقى انا ماسكها من بره لجوه، من بره بيريتيوب الادهيجنز ادخل تي بي سالبنجنز ادخل هايدرو او بايسر. طب اذا عديت حاجه لونها ازرق الحصه اللي فاتت وعدت، يبقى ده تيوب البيتنسيل تيست، يعني بيعرفني سايد اند سايد اوف تيوب البلوك. اللي هيسمعهم بعض ما انا هسمع دايجنوستيك مش ثيرابيوتيك. ايه من دول يتعالج؟ انا ذاكر ده اطلع ده بالمنظار، هدخل بمقص واعمل ايه؟ ادهيزو لايسس. يبقى هنا لاباروسكوبيك ادهيزو لايسس. ايوه في حاجه هنا ممكن تتشفط، هايدرو ولا بايو؟ لا هايدرو. بايو ايه؟ اشفط بس يقع في بطن العين ويعمل بريتونايتس. يبقى لاباروسكوبيك اسبيريشن اوف هايدرو سيل. دي سهله، المشكله ان انت تكون مذاكر الدايجنوستيك. ده اول سؤال نحاول نفتكرهم كده تشوف الفاكتور. انا امسح انت لا، ها مش هعمل الرسمه اللي بعديها. من بره لجوه اول حاجه بيريتيوبال اديجنز ادخل تي بي سالبنجايتس ادخل هايدرو او بايو سالبنجس، اخر حاجه تيوبال بيتنسيس. طيب تاني فاكتور مهم جدا اللي هو اسمه يوتراين فاكتور. لقيت راحم صغير وانا باصص من فوق، اسمه ايه؟ هايبوبلاست. افتكر بالاسم، راحم ذو القرنين اسمه بايكول، راحم فيه سبتم اسمه سبتيت. اللي هنعمل فيها سؤال حلو دلوقتي، رحم قالب على ورا اسمه ار في اف. اخر حاجه انهي نوع من الاورام اللي فيها تتشاف بالمنظار من فوق؟ اللي هو طالع من بره اسمه صب ايه؟ سيروس، تحت سيروس. يبقى انا عندي افتكر بالرسم، بدون الرسم مش هفتكر حاجه. اول حاجه بكتشف هايبوبلاست للمنهج، هايبوبلاستيك يوتس باي كورنيتيوم ستيت ار في اف صب سيروس. في هنا سؤال غلط، هل بكتشف دول؟ لا. تعال اقول لك، لما بعمل اشعه بالصبغه في الاثنين بيبقى شكلهم عامل ازاي؟ ده بيبقى عامل كده وده بيبقى عامل كده بالاشعه بالصبغه. يعني الاثنين شبه القلب، صح ولا لا؟ عشان افرق بين ده وده لازم ابص منين؟ من فوق. تعال كده نشوف، اذا لقيته عامل كده يبقى ايه؟ باي كورن. طب واذا لقيته عامل كده؟ ستيت. يبقى سؤال بقى في الامتحان، هل اللاباروسكوب بيدايجنوز دول ولا بيديفرنشيت؟ بس دي ديفرنشيت. يبقى ديفرنشيت بتوين ستيت وي باي كورنت. عمرك ما هتعرف بالهيستوجرام الاشعه السبغه. انا لما بحقن صبغه من تحت قلب، بحقن صبغه نرسم دي قلب، اذا لقيت من فوق نازل لتحت كده يبقى ده تو هورنز حقيقي اللي هو ذو القرنين. امال اذا لقيته ستريت كده يبقى ده مين؟ ستيت. يبقى ديفرنشيت بتوين مين ومين؟ ها؟ باي كورنت وي ستيت. نراجع، كانت تيوب حاجات من بره لجوه، بيري تيوبال اديجنز في الاول تي بي سالبنجايتس ادخل جوه، هايدرو او بايو سالبنجس تيوبال بيتنسي ايه؟ تيست. طيب نيجي يوتراين فاكتور، رحم صغير هايبر ديفرنشيت بتوين، ما تقولش دايجنوز، ديفرنشيت بتوين باي كورنت ان سبتين ار في اف وي سب سيريس. ايه من دول يتعالج بالمنظار؟ اشيله اسمها لاباروسكوبيك ايه؟ مايوميكتومي. هشيل مايوما ادخل كده واروح شايلها من فوق. ايه من دول ممكن اثبته على بطن العيانه طالما قالب على ورا اهو؟ ان انا باخد خيط كده واروح مثبته على بطن العيانه، اسمه فينتري. فينتري يعني قدامي سسبنشن. شوف انا اذاكر الدايجنوستيك تطلع لي مين على طول؟ ثيرابيوتيك. نيجي للفاكتور رقم ثلاثه، اوفاريان فاكتور. طبعا اللي بيجمع سؤال زي ده في الامتحان يقول لك ده حافظ النمل، عارفه من ايه تو زي. ايه الاوفيريان فاكتور؟ افكركم، خدنا
اوفري كده عامل اويستر شيل اوفري، مش عارف سميناها فين ده، يبقى لونه ابيض زي اللؤلؤ. ده مين ده؟ بي سي او. لو كان اسمه اويستر شيل في كبسول ولونها ابيض يبقى من المنظار عرفته. ده غير كده اذا لقيت فايبرس تيشو بدل الاوفري اللي خدناه ترنر، ها اللي اسمه جوناد الجينيسيس، اذا لقيت كيس وفي ميه يبقى ده ايه؟ اوفريان سيست. اخر حاجه لقيت جسم اصفر اسود عرفت ان العين اوفريان. هم اربع حاجات، لا اما بي سي او ده اهمهم، اهم واحد بي سي او، لا اما ها ترنر، لا اما سيست. ايه من دول يتعالج والانسان تبقى مصيبه وتبقى مصيبه؟ هدخل اخرم واطلع اخرم واسمها ايه دي؟ لاباروسكوبيك دريلينج او اسمها كوتالي. اشفط ايه من دول؟ سيست اذا كانت بي 9 يبقى هعمل لاباروسكوبيك اسبيريشن. نيجي بقى الموضوع في المنهج، كان الدياجنوز بتاع طعم بتوع الاطفال هذول دياجنوز بتاع والتريتمنت والستيجنج كل حاجه لاباروسكوب في البريتونيال فاكتور اللي هو مين؟ اندومتريوز. حتى بيعالج اندومتريوز اللي هيسمعهم دياجنوستيك كاملين في التيوب من بره لجوه، ها بريتيوبل اديجنس تي بي سلفنجايتس هايدرو او بايو سالفنس. اخر حاجه تشوف البيتنسي تيست. نيجي على النيوتنس، كان هايبوبلاست ديفرنشيت بين سبتيتو بايكورنيت ار بي اف و سبسيرس. نيجي للاوفاريان هتقول لي بي سي او ترنر اللي تفتكره، ها اوفاريان سيست و كاربس روتين، ولا تنسى بريتونيال ايه دكتور اسامه؟ دايجنوستيك انديكيشنز بتاعه اللابروسكوب دايجنوستيك مش ثيرابيوتيك. بسرعه، ايوه ايوه تمام. بالنسبه لليوترس ديفرنشيت دي مهمه جدا تيجي تمسكوا، اذا قال لك دايجنوز غلط لازم يقول ديفرنشيت. ممتاز. نيجي على الاوفري، بس انت مش مشكله ده كتير. ايوه بيجي بقى السؤال في الامتحان مش انفرتيلتي، يقول لك لاباروسكوب ان جاينا وفارس في ديسكاس جاينا. ها طيب اللي عايزين بقى نكتبه هنزود على دول الحاجات اللي هي موجوده في اخر كتاب الاسم. انا ممكن ازود في تيوب، في تيوب في الاخر خالص تكتبها كده، ان انا ممكن اعمل تيوبال ستيرلايزيشن ليه ايه؟ اربط الانابيب بالمنظار دي زودها. اذا قال لك ان جاينا بقى يعني سؤال غبي في اخر سنه يقول لك ان جاينا وسايبها لك، هتقول له تيوبال ستيرلايزيشن. طب في اليوترس ممكن اعمل لاباروسكوبيك هيستريكتومي. ده يعني حاجات انا بعملها اللي هي تيوب، هكتب تيوبال ايه؟ ستيرلايزيشن. في اليوترس بعمل لاباروسكوبيك هيستريكتومي. أمال في الولادة نفترض السبب قال انجاينا اند اوبستريك يعني في الولادة والنساء، هزود له موضوع مهم جدا بتوع النساء خدوه اللي هو حمل خارج الرحم اللي بيسموه ايه؟ اكتوبيك. يعني دياجنوزز اوف اكتوبيك تريتمنت اوف اكتوبيك كنا بنعمله بالمنظار. يبقى ما يسألك بقى سؤال في الانجاينا هكتب لغاية تاني خلاص. طب اذا قال لي ايه اوبستريك كمان هزود مين؟ اكتوبيك. في ناس تستهبل في الامتحان يقول لك انا معقوله هفتكر جاينا ومستهلك المنهج كله؟ الرسم فكرني كله حسب ثلاث كلمات، في التيوب بربطه، في اليوترس بشيله، ودياجنوزز في ايه؟ اكتوب. وعلاج مين كمان؟ الاكتوب. كده بقى انا خلصت ان جاينا اللي هي في اخر كتاب الاسم. نيجي بقى ليه كومبليكيشنز وكونترا انديكيشنز. ايه بقى الكومبليكيشنز والكونترا انديكيشنز بتاعك لابروسكوب؟ امتى ما عملوش؟ برضه مكتوبه في اخر كتاب الاسم. ايه امتى اعمله؟ لو كومبليكيشن ايه المضاعفات يعني؟ الكونتر انديكيشن رسمه افكرك الحصه اللي فاتت لما تبقى العينه فيري اوبيز ليه ما اعملش منظار؟ لما تبقى العينه فيري اوبيز ليه ما اعملش منظار تفتكر؟ اولا الابره بتاعتك اللي اسمها فيروس نيدل، عارف الالتين بتوع امبارح اللي عملنا بيهم المنظار اللي هي الابره الابره وانا بدخل هنا كده مش هتوصل لغايه بطن العيان. ليه؟ طولها ايه؟ قصير. هروح على الطلاق طب ما نجيبها طويله.
يعني انت ممكن تجيبها عشان تنفخ جوه خالص. ايوه بس انا عملتها طويله ودخلت بالات طويله مش هعرف اتحكم في التيشوز. تمام؟ يعني افترض انا بلعب في مناخير واحد في اول الصف، زي ما بلعب في مناخير واحد في اخر الصف، اخر الصف مش هحس مناخيره بس قريب مني هعرف اتحكم. فيقول لك ليه في الفيري اوبيز كونترا انديكيتد؟ لان ممكن احقن هواء تحت الجلد مش هوصل لبطن العيان واعمل سيرجيكال انفيزيما. يبقى اول حاجه اهي فيري اوبيز. طيب اتنين ايه دي؟ هرنيا. حد يعرف ليه في الهرنيا ما ينفعش؟ سهل قوي، اللي حضر الحصه اللي فاتت هيفهم ليه في الهرنيا ما تنفعش. انا بحقن سي او 2 بيحصل ايه في الهرنيا؟ بنفخها، يعني بعمل لها اجريفيشن، ما ينفعش. يبقى هرنيا كونترا انديكيت، ما انا بنفخ العيان فتحه بطنها قبل كده، ليه ما ينفعش المنظار؟ فتحه بطنها قبل كده ليه المنظار ما ينفعش؟ بص دي الابره دي طولها لازم الفلس ليه. انت دخلت كده اخرك هنا مش هتنفخ، يبقى انا بنفخ تحت ليه؟ الجلد، عشان كده ممنوع. بعد كده هرنيا قلنا هننفخ فتزيد، امال لاباراتومي واحده ليه فتحه بطنها اخاف؟ ورا الادهيجنز دي في ايه ده؟ انتستم مالناش عرفت. تخيل بقى انك تروح خادم وتنفخ الانتستم، ها؟ وبعدين تدخل تتفرج على الستوري ويحصل حاجه اسمها فيكال بيريتونايتس. طب وليه؟ انا واحده فاتحه بطنها ما ينفعش الوزاره. واحده عندها لانج وهارت ديزيز، ليه لا؟ ما انا طالما فهمت التكنيك اعرف قلبي. احنا بنحقن سي او 2، سي او 2 ده بيعمل ايه؟ اسيدوزس، يعني ممكن يعمل ريسبيراتوري وهارت فيلير. اخر حاجه ليه اثناء الدوره ما ينفعش؟ هو قالها لنا. انا بحقن ماده اسمها ميثيلين بلو، ده ممكن يحصل اندو ميتريوز، هم خمسه. لما يقول لي ايه الكونترا انديكيشنز اوف لاباروسكوب؟ اسيب دي كلها تحريم. هتقول له اول حاجه فيري افتكر الناس اوبيز، هل بريفيس لابارتوم ريسبيراتوري وهارت ديزيز، اخر حاجه ديورنج ايه؟ ميز. طب كومبليكيشنز بقى، نفترض عيانه بعمل لها منظار وماتت، مين السبب؟ من لله تخدير طبعا، ها؟ تكتبها له كده في الامتحان يقول لك الواد ده ممتاز. انا عمري ما قتل عيانه، هو فاضي يروح النيابه، اذا ماتت هيلبس اهو، يبقى انا سيزي ما تنساش. طيب نفترض مش هو اللي قتلها، برضه مش انا. لا جاز، ايه الجاز ده اللي هو ايه؟ سي او 2. لا انسترومنتس، الات. تعالى بقى نشوف، نفترض دلوقتي الالات هتعمل ايه والجاز هيعمل ايه؟ احكي وترده. نفترض واحده عندها ريسبيراتوري هارت ديزيز وحقنت، ممكن يحصل ايه؟ ريسبيراتوري او هارت ايه؟ حصلت مع دكتور عندنا في حاجه اسمها ريكومندوما، مش عارف سمعتوا عنها؟ دي ريكومندوما دي. كان في دكتور عندنا، دكتور كبير يعني، وصى على العيان على عيانه مرات الميكانيك اللي تحت البيت. ودخلها عندنا في قصر عيني عشان يعمل لها منظار عشان تحمل. ما عملهاش انفستيجيشن، ما هي واسطه، تمام؟ المهم كان عندها هارت ديزيز، المهم اول ما حقنا سي او 2 ماتت. العيانه جالها اسيدوز وماتت، تمام؟ ماتت. تخيل انت مروح بيتك والميكانيكي مراته اللي تحت قتلتها، تمام؟ الراجل ده عمل ايه؟ راح اتصل بمراته في وقتها اول ما ماتت. قال لها انزلي انت والعيال وهاتي الفلوس وانزلي، تمام؟ واقفلي الباب وانسي المكان ده خالص. المهم خدها وما راحوش المكان ده وقعد يدور عليه لغايه دلوقتي. انا ممكن اقول له على مكان، بس يعني انت عندك هنا ريسبيراتوري، يعني ما توصيش. اصل المشكله التوصيه، انت بتوصي فما تعملش انفستيجيشن، لازم اعمل بلاش توصيه دي ريكومندوما، يعني اما توصي تقلب بالعكس، فسيبها كده احلى، تعمل انفستيجيشنز بتاعتها. فلازم اتاكد ما عندهاش لا ريسبيراتوري ولا هارت ديزيز. اثنين، نفترض واحده عندها هرنيا، حد يحصل ايه اللي يحصل؟ كومبليكيشن اجريفيشن اوف هرنيا، اجريفيشن اوف هرنيا. طب واحده اوبيز، انا لسه قايل وحقنت هوا، هيحصل لها سيرجيكال انفيزيما. دي بقى انا شفتها بعيني وانا نايم صغير، لن انسى، هي مره واحده في حياتي. انا وانا كنت لسه نايم جديد ولا اعرف يعني ايه منظار ونفخ ولا الكلام ده. المهم كنت واقف ناحيه راس العيان وهم عاملينها كده تريندلبرج، ها؟ المهم بقى شويه لقيت وش العيانه بتنفخ، هما بيعملوا تحت وانا قاعد بص كده بقول يا رب هم ممكن يكونوا بينفخوا كل حاجه، الله اعلم. لقيت راسها بتتنفخ، بعد شويه لقيت الرقبه بتتنفخ، قلت لها بقى كل شويه تتنفخ، رحت لها دختي قلت لها حضرتك هو ده عادي؟ قال لي لا طيب وقفوا، ده كانوا بيحقنوا فين؟ العينه طلعت شكل تاني خالص، عارف ليه؟ انت تدخل عمليه
تطلع شخص تاني منفخ كده، وغير كده بقى صوتها راح ما عرفش ليه. فاهلها جم يعدوا على السرير بتاعها يقولوا لها هي فين، تقول لهم خارج ولا مقتنعين مش دي خارج واحده ثانيه خالص. بصراحه انا فكرت اجيب ابره وافسيها وارتاح، انا كنت لسه صغير انا مش عارف اعمل. فراح قال لي واحد قال لي اهدى كده وديها بس روح كارد ثوراسك اساله بتعمل فين. رحت سالت واحد زميلي فبقول له افسيها ليه تفسي، اذا انت حطيت ابره ممكن تدخل ليه انفكشن، سيبها بالوقت والله لا تختفي. خدت حقيقة اسبوعين على بال ما اقتنعوا انها قلبتهم. اول مره في حياتي اشوف عيانه تدخل تطلع بشكل تاني خالص، يعني انت داخل انت عارف شكله ليه بقى منفخ كده ومفيش صوت كمان، ده اللي راح. دي اول كنت احسبهم بينفخوا كله، يعني ينفخوا بطنها وراسها. طلع ان السيرجيكال انفيزيما غلطه من الدكتور، حقن تحت مين؟ الجلد. نيجي بقى ليه الانسترومنتس الالات. انا ممكن يحصل رقم واحد انجل ده هشرحها اكتبوه، رقم اتنين هامرج ده اذا دخلت في ايه بلاد فيسل، احنا قلنا ندخل في اماكن ما فيهاش بلاد فيسل. ثلاثه بيرن، حد يعرف امتى؟ ولا بعمل دريلين، ولا بعمل دريلين راح واحد خبطت في ايدي حرقت الانتست، يعني ما تنساش هنا ابعدوا عني. اربعه انفكشن، اذا انا دخلت اله غير معقمه. سؤال بقى، هو بيتعقم الات المنظار بايه؟ ده سؤال شكله شكله في الكتب. اي اله في المنهج بتتعقم حاجه اسمها اوتوكليف، ده جهاز كده بتحط فيه الالات درجه حراره عاليه جدا. اذا حطيت الات المنظار هتنفجر هتتدمر. اما المنظار بيتعقم بايه؟ نكتبه سايدكس. ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن فلويد كده لونه لبني بيتحط في طشت عندنا في قصر العيني ويتحط فيه الالات، تسيبه لمده ثلث ساعه الاله تعقمت. يبقى الات المنظار بالذات تتعقم بايه؟ سايدكس. الكلام ده هتسالوه، انت هتشوف منظار وبيعقموه ازاي. الات المنظار الرحمي برضو لازم عباره عن جفت بتاع كبيره كده صينيه ونحط فيها سايدكس وننقع فيها الالات. هل يتحط في الاوتوكلاف؟ الاجابه ايه؟ لا. نيجي بقى للانجل، كتاب الاسم كاتبه بطريقه في اخر كتاب. هتقول لي اذا دخلت بيربنديكولار على بطن العيانه كده كده هدخل على مين؟ اورطة صح او انفيرو بنكابه، حظك ها، بس مش هدخل يعني بدخل كده كام درجه؟ يبقى اول حاجه في الانجل طلعها لي عملت انجل الاورطة او انفيرو بنكابه. اتنين، في هنا في البطن انفيرو ايبيجاستريك ايه؟ ارتري ممكن ادخل فيه. عشان كده لازم تحترم الاماكن اللي انا قلتها لك، في ناس مش فاهمه بتدخل في اي حته. ثلاثه، ممكن اعور انتستين. حد يقول لي امتى؟ ده اللي فاهم. لا، اذا ما نيمتش العينه ايه؟ تلندنبرج. فاكر ما احنا قلنا عشان انتستين تيجي ناحيه راس. امتى اعور يورولوجيكال انجل البلادر؟ لو ما فضيتش المثانه. فاكر ما خدنا الاستيبس؟ ما هو قال لك وانس فهمت الاستيبس صار تتكلم. اذا ما فضيتش المثانه اخر حاجه بقى نيورولوجيكال انجل. تبنا الطريق في كتاب الاسم الطريقه. امتى عور نيرف؟ اهم حاجه وضع العين. على فكره العين بتبقى نايمه هي مش حاسه، فاحنا عندنا في القصر العيني بتلاقي الممرضه تروح ماسكه رجليها وترفعها زي لاسوتر كده على عباره عن دراع كده وفي حاجه شايله رجليها. اذا حطيتها غلط بتضغط على مين؟ نيرف طول العمليه. لان بعد ما تصحى تلاقي مش قادر تتحرك رجليها خالص. اهم حاجه البوزيشن اوف ذا بيشنت. يعني ايه بور بوزيشنينج اوف ذا بيشنت؟ ده سبب. او ان سيادتك عورت نيرف حقيقي، نحس دخلت في حته رحت داخل في نيرف خلاص انا ايش عرفت. يبقى انا يا اما عور نيرف دايركت لا اما اعمل بور ايه بوزيشن اوف ذا بيشنت. ده سؤال تحريري كومبليكيشن اوف لابروسكوب في المنهج خلاص. هتقول له لا جاز لا ايه، انا عملتها كده عشان تفتكره. الجاز ريسبيراتوري هارت فيلر اجريفيشن اوف هيرنيا سيرجيكال انفيزيما، لا ما يحصل انجل لا هامرج لا بيرن لا انفيك. والانجل بقى لا اورتا انفيرو فينا كافا لا انفيرو بيجاستيك ارتري لا انتست نيورولوجيكال انجل لا نيورولوجيكال انجل. اخر كتاب القسم دكتور اسامه، قول لي كونترا انديكيشنز اوف لابروسكوب. امتى ما استخدموش؟ فيري اوبيز هيرني.
during menses. During menses. نيجي بقى لسؤال الدكتورة أسماء فريد، مكتوب برضو في آخر كتاب الاسم سؤال هبل. كل الدفعة جاوبته، كان جايب امتحان حلو جدا. ومرة واحدة كتبت سؤال advantages of laparoscopy over a laparotomy. وإيه الفرق؟ إيه الفرق بين لابروسكوب ولابروتومي؟ لابروتومي يعني فتح بطن، لابروسكوب منظار بطن، في فرق. ليه اللابروسكوب أحلى من لابروتومي؟ السؤال أهبل على فكرة، أنت ممكن تألفه. يعني أي طالب كده، في ناس كده بتيجي يا شيخ حاجة وتعيد وتزيد وخدت الدرجة، يعني السؤال يتألف. مش معنى أنت بتيجي تعمل خور زي ما بتعمل فتحة، تفتكر إيه ممكن ألفه في الموضوع ده؟ دوما تبص إيه؟ الانفكشن قال صح؟ مش ايه؟ مفيش اديجنز، انا عملت خد بدل ما اعمل فتحه. ايه كمان؟ السكال جميل شيك قوي، حاجه صغنونه مش جارحه قد كده. حاجات بقى، شوف كتاب الاسم، شوف الهبل يقول لك ايه؟ مينيمال ديسكمفورت. طبعا لما يبقى جرح انا تحس بوجع فيه، ما يبقى خرم، حاجه بسيطه. الحاجه اللي بعديها مينيمال هوسبيتال ستي، يعني العيانه ايه؟ تقعد في المستشفى هي كام ساعه وتمشي، مش زي فتح البطن تقعد يوم يومين. مينيمال اديجنز دي اهم واحده تهمني انا. كل ما تفتح بطن العيانه اكبر، كل ما يحصل اديجنز ايه؟ اكتر. ايرلي ريتيرن تو ورك، طب ما بتشتغلش. ده بالاسم يقول لك هترجع الشغل بدري، يعني مش لازم تقعد اسبوعين واسبوع وكده. طب او ترجع البيت بدري. خلاص الحاجه اللي بعدها كوزموتيك احلى، الووند انفكشن او كومبليكيشنز اقل. اهم واحده بقى ان نو نيد فور اكسبلوراتوري لابراتوري. حد يعرف يعني ايه كلمه اكسبلوراتوري دي؟ يعني يعني افترض دلوقتي عيان عندها سيفير ابدومينال بين وعايز اعرف سبب البين ده ايه، فروحت بالج بطنها كده بالطول، ده اسمه اكسبلوراتوري لابراتوري. ده اجمل لان المنظار ممكن يشوف اي حاجه في البطن، يعني ممكن يروح ناحيه الليفر، فاهم؟ ممكن الف فيه اشوف فيو حلو وكبير. عشان كده انا بستغنى عن الاكسبلوراتوري ايه؟ لابروسكوب. تخيل ده سؤال طبعا ده عمره ما هيتكرر، ده ممكن شكله ايه؟ اللابروسكوب احلى من اللابروتومي. اهم واحده مينيمال ايه؟ دي اللي تهمني بصراحه، سيبك من الهبل ده كله. مينيمال اديجنس. نيجي بقى للعلاج، تريتمنت اوف تيوبال فاكتور، مش تحليل شفوي. وفي دكاتره عندنا منهم الدكتور خالد رشيد، على فكره ده من اشطر الناس اللي بتشتغل. يعني انت شفت هو بيشتغل كده تحس ايه؟ يا ربي ايه الشغل الجميل ده؟ راجل فاهم هو بيعمل ايه وماشي ازاي، حتى بيجيب مساعدين معاه كل واحد يشد له عشان يبقى الفيو ايه؟ واضح. هيسالك سؤال يقول لك مايكرو سيرجيكال تكنيك عشان اقلل اديجنز في عيان. دي بقى في منتهى الاهميه. يعني ايه؟ نفترض واحده فيرجن انسه يعني، وهتعمل استئصال ورم ريفي. انتوا عارفين استئصال ورم ريفي ده بيهيل بقى ايه؟ اديجن. طب ودي هتتجوز بعد كده، افتكر ايه البريكوشنز اللي عاملها عشان ما يجيلهاش اديجن؟ هي دي اللعبه، ان انا امنع التيوبال فاكتور. طبعا هتشوف بقى البريكوشنز دي لازم تمشي عليها، يعني اي واحده فيرجن هتعمل ورم ريفي، هتعمل كيس على المبيض، بعملها معامله خاصه. فبيسموها ايه؟ مايكرو. يعني ايه؟ يعني كانك تحت الميكروسكوب، كانك لابس مايكروسكوب. مايكرو سيرجيكال تكنيك، تعال كده نشوفهم اللي هو البريفنشن. اول حاجه اسالكوا اول سؤال بدون ما تبصوا في الورق، اعمل فتحه كبيره احلى ولا صغيره؟ تخيل كبير، اصل يقول لك طب مفتحه صغيره شكلها يبقى اجمل. اجمل ليه؟ مش هتشوف. انا طالما ضيقت الفتحه انا ممكن اعور حاجه يحصل هيماتوم. ده انت كل ما تعمل جود اكسبوجر كل ما يبقى الاحلى. ايه ده؟ انا كده بقى انا لازم ابص كويس. يبقى اول شرط جود ايه؟ ايه ده بيجيب معاه مساعد كذا واحد، واحد يشد كده واحد يشد كده، صوره واضحه ما لعبش في حاجه مش شايف. يبقى جود اكسبوجر. استخدم اله بسنون ولا استخدم اله عامله زي دي كده بدون سنون ازق بيها؟ استخدم صوابعي، احط شاشه. طبعا عامل التيشوز برقاقه اللي انت ما تعرفوش. طلع ان التيشوز لما بتعملها رف بتهيل باي ايه؟ اديجنز. يعني حاجه الثانيه فاين ايه؟ فاين انسو، حاجات بقى رقيقه كده تتعامل بيها زي جلاس رود، شاشه، ايديا، اقول النايب بايديك كده زق الانتس.
امسك بطن العينه بايدك احلى احل. ولا كل ما تعامل التيشوز برقاقه كل ما تقلل ايه اديجنز. ثلاثه جود كواليتي سوتشرز هتكتبوهم طبعا هتاخدوهم السنه الجايه في الجراحه بس احنا مش هنسيبكم يعني في الشرح هيقول لك ايه الانواع بتاعه السوتشرز. الجود كواليتي فيه نوعين في حاجه اسمها فيكريل ده انضف الانواع لونه موف كده جميل وتلاقي امبول غالي وابرته في واحد اسمه غبي اسمه كروميك كات جات عندنا كام نوع من الخيوط نعملها في بطن العين نوعين لا فيكريل لا تفتكر كات جات يعني متحضر منين اه هنتسم بتاع القطط لا كاتل كات يعني مش قطه ها كات اللي هي التشيب اللي هي مين الغنم يبقى انا باخد من دي معفنه دي بقى بتنفايت انفكشن وبتعمل اديشن دي ممكن اعملها في ابيزيوتو يعني بيبي معدي من تحت اقص البرينيل في حاجه في الشارع بس البطن عايز استخدمت ده سيفير حلاوته الفكريل في حاجه واحده الكروميكال جات ان هو لما بيجي يتربط بيه بيعمل ايديما تمام فبيقفل كويس على التيشوز يعني افترض حته بتنزل اربطها بدي احلى حقيقي بيمدد لدرجه ان هو يقفل التيشو ويبقى احن على التيشو ده عامل زي السكينه اللي هو البكرين. عندنا ايه الفرق بين بكرين وكرومك كاجر ده سؤال في الامتحان هتقول له البكرين بيأبزورب باي انزيماتيك رياكشن انزيماتيك رياكشن يعني يدخل في العيان يطلع عليه انزيم يخلص عليه امال كرومك كاجر فورين بودي رياكشن الاثنين ابزورب بس ده سلولي ابزورب ده رابد يعني ده امتص بسرعه فظيعه يبقى ده بانزيماتيك رياكشن ده فورين بودي يعني ده هيعمل ايه اقول العينه قبل ما اعمل لها العمليه حضرتك انا هستخدم ولا يقل عن 10 امبولات من ده 10 خيوط الخيط بالثمن الفلاني تعرف العينه انها هتبقى العمليه غاليه ليه اما انا هستخدم دول بدل ما اضحك عليها وانا هعمل لك عمليه رخيصه واستخدم مين ده هيدمر بطنها تفتح بطنها سيفير اديجنز هستخدم خيوط نظيفه اسمها ايه فيكريل اربعه جود هيموستيزيس يعني يا ريت اي ار بي سي زياده وراها يعني زلت نقطه دم ما استعبطش وطنش النقطه دي ممكن تعمل هيماتومه والهيماتومه تعمل ايه انفكشن احنا عندنا في النساء بنقعد نركز كويس قوي بتوع جراحه غراب جدا يسيبوا دم بيطلع من العينه من اي حته يقول لك ايه في حاجه اسمها هيموستيزيس بتاع الجسم ويقفل وما يحصلش معاكم بجيش بتوع جراحه جراب احنا اذا سبت نقطه دم افتح الاقي حته هيماتومه تمشي معانا ماشيه بالعكس طلع بقى ان في دكاتره عندنا بتعمل هيموستيزيس بغباوه يعني في دكتور بدون ذكر اسماء بيقعد 3 ساعات في القيصريه حاجه ملل ها يقعد يبص كده بصوا معايا نقطه بيجي ايه الامل انا لما اطول زياده هعرضها لتخدير ايه بص خليك يعني وسط يعني انا هعمل هيموستيز على قد ما اقدر لان اذا نقطه دم هتعمل دي ماتوما 5 رحم نفترض عريان يعني الحته دي ما فيهاش بريتون ما في ساعات كده تلاقيه كله متغطي بريتون ما عدا حته هنا كان فيها اديجنز يعني كان الانتست اللازقه وانا فكيتها الحته اللي فيها اديجنز يقسمها بقطع حته بريتون على قدها بالظبط اسمها رو سيرفيس واروح جايب بريتون وخياطه على قدها بالظبط كانه جرافت عشان اما اقفل بطنها ما تلزقش مين تاني الانتست يبقى كفر اني رو بريتونيال سيرفيس او كفر اني رو بريتونيال سيرفيس اخر حاجه بقى رقم 6 دكتور التخدير دايما ما بينساش وانا شغال هقول له ايه ما تنساش ان انا بتدي العينه ديت امبولينس جديد انتي بايوتك الانتي بايوتك اثناء العمليه بروفد ان بيعمل تاثير خرافي خاصه الامبولين يعني حدي انتي بايوتك تو جارد اجينست ايه انفكشن ده البريكوشن دي اهم من العلاج اصل انا وانسى عليك انت هتشوف النهارده هيحصل ايه توك حمل خارج الرحم يبقى ازاي تمنع تيوب الفاكتور واحده فيرجن وتعملها عمليه هتقول له جود اكس وفتحه واسعه فايل ان الات رقيقه جود كواليتي سوتشر ايه بكريل وتقول له ليه جود هيموستيزيس كفر اني رو بريتونيال سيرفيس ودي انتي بايوتيك تو جارد اجينس ايه ده في ناس بيدوا امبولين انتي بايوتيك في العمليه وما يدوش بعديه والعينه دي عمرها ما يجي لها اي مشاكل نيجي بقى للتريتمنت هبل اكتف تريتمنت اوف اكتوبيك فريج سوري تيوب الفاكتور تعال بقى نشوف ده رحم ودي تيوب وحواليها ايه الناحيه دي ادي ودي تيوب مقفوله وادي الفيمبريا قافله جوه كتاب الاسم كتابه بطريقه غبيه جدا قال لك على الناحيه الشمال دي هعملها باللاباروسكوب
يعني منظار بطن. الناحية اليمين دي عاملها باللابروتومي يعني فتح ايه؟ بطن. اللي ما عرفش ليه عملهم كده يعني ممكن بالمنظار على فكرة اعمل دول. انا مش فاهم يعني نقسمهم كده لابروسكوبيك ولابروتومي. تعال نشوف لابروتومي. نفترض الانبوبة مقفولة هنعمل ايه؟ هروح اعمل خرم زيادة هنا ده بيسموه نيو سالبين جوستن. عمليات كلها فاشلة. ليه؟ انا لعبت في الوول بتاع تيوب. انت وانس لعبت في الوول انت دمرت التيوب دي. يعني ان شاء الله الخرم ده ممكن ايه؟ يقفل. ممكن يعمل اكتوبك حمل خارج الرحم. انت فتحت تيوب ما تعرفش اخبارها ايه؟ السيلي اخبارها ايه؟ عشان كده العمليات بتاعة التيوب الفاكتور الاهم بريفنشن ولا تريتمنت؟ تعالى بقى نشوف تاني عملية. الفيمبري عاملة كده. اروح اعمل ايه؟ اجيب آلة وابتدي افكهم اسمها فيمبريولايسز. اهي فيمبريولايسز وهم كلام ده. طالما لعبت في تيوب باظت هنا اجي بالمنظار اقطع دول. ايه دول؟ ادهيزولايسز. سؤال ليكم اشمعنى دي احلى عمليه؟ ما لمستش التيوب. يبقى مساله ايه اجمل عمليه؟ انا بلعب بره يعني ايدي عامله كده بالتيوب وحولي ادي قطعت الادهيزنز حصل في التيوب فكت. اجمل عمليه دي وهتحمل اكتوبك وهفكرك انا ايش ضمني الهيلث بتاعها جوه اخباره ايه. عشان كده احلى حاجه اعمل اطفال انابيب اللي هنشوفها دلوقتي. طلع بقى ان اخر عمليه بيعملوها ابليشن. وايه الابليشن؟ معناه تدمير او اسمه فالجريشن لاي اندوميتريوزز. يعني اندوميتريوم في حته مش حتته ادخل ادمره بالليزر ادمره بالكوتري كي. يبقى انا بدمر اي اندوميتريوزز. طب اسم اسمها كده لابروسكوبيك ولابروتومي اهدى طبعا 30% سكسس ريت في دي وتحمل اكتوبك. يبقى اعمل اي ار تي. ايه الار تي دي؟ اي ار تي 1 و 2 سبورتس كده اسيستد ريبرودكتيف ايه تكنيك اللي هنشوفه النهارده. اطفال الانابيب والحقن المجهري حاجات الجديدة اللي مهمه جدا. يبقى بصراحه ما تجي لك عينه عندها تيوب الفاكتور اعمل ايه بالاخر؟ هو وفهمها اذا سلكت لك الانابيب ممكن تحملي حمل خارج الرحم. انا اعمل لك ايه احلى؟ اي ار تي. ومش عايز تشوف حاجه ده ممكن اربطهم كمان تقفلهم واعمل اي ار تي اللي هنشوفه النهارده اللي هو اسيست ريبرودكتيف تكنيك. الشطاره بقى بريفنشن ولا اكتف؟ دكتور خالد رشيد ده سؤاله ازاي واحده فيرجن تقلل فيها الاديجنز. تروح تخصصت له السته دول بيحبهم جدا هو بيشتغل حلو قوي حقيقي. ايديه تحس كده كانه موسيقى هو بيشتغل حاجه جميله كانه بيشتغل بالشوكه والسكينه ما تلاقيش فيه مش فاهم هو بيعمل ايه. نيجي بقى على سيرفايكال فاكتور اوف انفيرتيليتي ده صغير نخلص منه قبل ما نشوف بقى اطفال الانابيب. اسمه سيرفايكال فاكتور اوف انفيرتيليتي وده نسبته 5% ما اظنش يجي تحليل بس ممكن بخمس درجات اي حاجه ممكن تيجي مش 5% بخمس ها ما تنساش بقى. ايه بس السيرفايكال؟ انا عايز افهم ليه عنق الرحم بيساعد على الحمل عشان لما اضربه يحصل ايه؟ سيرفايكال فاكتور اوف انفيرتيليتي. ادي عنق الرحم بتاع العيال ودي الفاجينا. نفترض هنا في سيمسس بيوبس لما يحصل انتركورس السيمن بيقع فين؟ هنا ولا هنا؟ لا ورا دايما بتبقى نايم على ظهرها. عشان كده ربنا عامل حتى البوستيرو فورنكس ديب وعامله قاصد كده ان ورا فيري ديب عشان ياخد مين؟ السيمن. يعني انت قصدك تقول ده سيمينال بول في جزء بيفضل وجزء بيخرج. السيمن ده هيطلع منه سبرم صح؟ المسافه من هنا لهنا كام ساعه؟ لازم تعرفها 6 ساعات. ده بيوصل ينهك 6 ساعات بيجري ها من هنا لهنا. تبص انا مش قادر خلاص. يبقى انت عندك المسافه من هنا لهنا لازم اعرفها من السيمينال بول للسيرفس كام ساعه؟ 6. عايز اعرف بقى ايه فايده عنق الرحم حته البتاعه دي اللي 2.5 سم. رقم واحد اتراكشن. ازاي؟ حد يقول لي الفاجينا غالبا بتبقى ايه؟ اسيدك والسيرفكس الكالاين والسيمن الكالاين ولا اسيدك؟ الكالاين. يعني السبرمز بتحب الايه؟ الكالينيتي. اوعى تكون فاكر انه بيبص لعينين هو هيعرف منين الطريق اللي فوق. بيلاقي اسيدتي فيبعد عنها. شوف ربنا عاملها كده قصد. يلاقي الكالينيتي يقول لك في الكالينيتي فوق يجروا كلهم على فيبقوا عايزين يخلصوا من الاسيد. ربنا عامل الديفرنس ده عشان يجذب السبرمز. تعرف طريقها كم كلهم بيجروا على عنق الرحم ليه ما خرجوش؟ عشان في اسيد تحت. وصلوا عنق الرحم بينهجوا لازم ايه؟ فندق ريزرفوار يريح
ده ممكن يقعدوا 72 ساعة. على فكرة بيقعدوا في عنق الرحم 72 ساعة يأكلوا، يبقى نيوتريشن جددوا طاقتهم، وصلوا في 6 ساعات جالي مش تاكسي، جالي 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 جالي. بعد كده يبتدي يطلعوا على مين بقى؟ على الأوفر. طيب رقم 4 فلتر. يعني ايه فلتر؟ مش اي سبرم يدخل. ها طلع ان السبرمز اللي هي ليها راسها كبيره كده ما تعديش، ربنا عامل الخروم قد السبرم النورمال عشان اما يعدي يجيب بيبي كويس. اما عدى اللي هو منفوخه والدبل تيل ده هيعمل لك انوماليز. شوف ربنا يعني بيقلل الكونجنيتال حته البتاعه دي اللي انتم مستويين بيها، تعمل كل ده اتراكشن ريزرفوار نيوتريشن اند فلتر. تعال بقى نشوف اسباب السيرفايكال فيلر. ان شاء الله اذا جه تحليلي هتفتكروا اورجانيك وتنسوا فانكشنال كده، الفيز كلها ضاعت زي ما انتوا نسيتوا اورجانيك وفانكشنال. اراجع في ديتكشن اوف اوفيليشن هتنسوا سيمتومز، ها دايما السيمتومز بتبذوها. في الاندكشن بتنسوا ايه؟ سيرجيكال اصلها كلمه. في اللاباروسكوب بتنسوا ثيرابيوتيك ان شاء الله. في السيرفايكر هتنسوا فانكشن. ها كده راح كل الامتحان. فبعد اذنك في حاجات معينه كده دايما تتنسي من الامتحان. اوعى تنسى ده، ده انت تنسى اورجانيك وما تنساليش فانكشن. ليه بقى؟ اي حمار هيكتشف ده. بس ده واحد بقى محتاج يدور عشان يعرف السيرفايكال فاكتور اوف انفيرتيليتي. تعال نشوف اورجانيك كده. كونكتيف تيشو از فيري ماسيف تيشو. نمسكهم كده اللي هي كونجينيتال تروماتيك انفلام. كونجينيتال اسال وتقولوا لي ليه عنق الرحم لما يبقى ضيق يمنع الحمل؟ ليه عنق الرحم لما يبقى ضيق يمنع الحمل؟ ملايين من السبرمز بتعدي فبيخبطوا ببعض فمبيوصلوش. طيب هل الاستينوز الصعب اكتشف حياتي؟ ده انا بجيب حاجه اسمها الساوند، عارفينه اللي هو الاريز اللي عليها ارقام. همسك الساوند اذا ما دخلش تبقى ايه؟ بس مش محتاجه خبره يعني. يعني وانا بفحص العيان روتين هلاقيها ضيقه خلصت، مش محتاجه واحد يقعد يدور. تعالى للترومات. عملت عمليه خدت فيها ايه؟ كون. ايه الكون ده؟ كانسر سيرفكس. في ساعات نعمل كونايزيشن، واحد عندها سرطان في عنق الرحم ادخل اقور عنق الرحم زي الكوسه كده واخده وابعته. وانا بقور هنا شلت ايه؟ سيرفايكال جلاند. انتوا عارفين الميوسين بيعمل ايه في السبرمز؟ بيجذبها. عشان كده دايما اللي بتشيل بتعمل كونايزيشن دي تروما. قللت الميوسين اللي بيجذب السبرمز، بلاش كونايزيشن. كتلي كي مسدس كده بنكرهه، بدخل بمسدس اخره سلكه كده لونه احمر دايما، يتوصل بالكهرباء نار، عايز اكل عنق الرحم في الانفكشن. وانا بكوي دمرت السيرفايكال جلاند فقلل ميوسين. يبقى التروما دي لا اما كونايزيشن لا اما كتلي. نيجي الانفلاماتوري سيرفيسايتس. ايه بقى السيرفيسايتس دي؟ انفلاميشن. ليه دايما عندها التهابات ما تحملش؟ وعلى فكره ده سبب دكاتره كتير متنشره. يعني يجي لك واحده في العياده تيجي تقول لها التبويض اخباره ايه؟ تعمل السونار تشوف. لا اسالها في التهابات ولا لا؟ ده دي ممكن تكون بتمنع. ده انا اكتشفت واحده بتستخدم جيل اثناء الانتركورس بقى لها سنه ونص. قلت لك ما بحملش. طب ما طبعا. يقول لك بستخدم لوبريكانت، ده الجيل ده بيقتل السبرم. قلت لي اصل نصحوني بيه. جيل ده انت كل ما تحط الجيل بتقتل زي جيل وهيمشوا فيه سبرمز. افهم يعني انت عندك جيل لازق قوي وتحط عليه سبرمز تلاقيهم قاعدين مش عارفين يتحركوا متكتفين. وتقول لك ما بحملش سنه ونص وقفت الجيل حملت. يعني قصدي سبب اهبل ممكن انا تحمل منه. سيرفيسايتس. السيرفيسايتس بيطلع انتي بوديز ضد مين؟ الاورجانيزم. اتلخبط وقتل مين؟ اسمها كروس اميونتي. يعني انا مطلع انتي بوديز ضد الاورجانيزم اتلخبط وقتل مين؟ اسمه هوستايل سيرفايكال ديسشارج. عدواني. يبقى اسمها كروس اميونيتي. يبقى لازم اعالجها عشان ما تطلعش الايه؟ الانتي بودز. فاسكولار رحم قالب على ورا اسمه ايه؟ ار في اف. اكتب لي بقى ده ريرست كوز وهقول لك ليه. دي فضيحه في مصر هشرحها لك دلوقتي. هو الرحم لما يبقى قالب على قدامي ده اسمه اي في اف صح؟ واذا قلب على ورا اسمه ار في اف. مش كده؟ قالب على السيمسس بيوبس. افتكر لما يحصل انتركورس السيمن بيقع هنا فين؟ هنا.
فبيبقى قدام مين على طول؟ قال السادس خلاص. طب لما يقع هنا بيقع فين؟ هنا. قال المسافه زي دي. يعني هي دي اللي هتفرق معاه. فيقعدوا يعذبوا العيانه دي، تيجي له في العياده يقول لها ده انت رحمك قلب على ورا، ده سبب عدم الحمل. يا ريت بعد الانتركوست تكفي على وشك لمده ساعتين تعذيب. ها بعد تروح نايم على وشها كده، قال السيمن يقع كده فيدخل السبرم، عذاب. وفي الاخر ما بتحملش، ملوش علاقه. ده في دكتور في مصر الجديده منه لله شغال نار، عارف بيعمل ايه؟ بيضحك على العيانين دول، يقول لها حضرتك الرحم بتاعك قلب على ايه؟ هقلبهولك على قدامي. مفيش حاجه اسمها كده، فاهم؟ بيجيب سونار، سونار فاجينا، جاب كذا جهاز سونار اشعه تلفزيونيه، وبيعمل جلسات. الجلسه بيقول ب 200 جنيه، يحط السونار كده نص ساعه، خلصته تعالي جلسه بكره، قال بيقلب لها الرحم اللي ورا على ايه؟ هي اصلا اي في اف. شوف الناصح بقى، خلاص؟ يقول لها رحمك قلب على ورا، ووعد هديك صوره في الاخر انه قلب على قدام. احنا اكتشفناه ازاي؟ قلنا في الاصل عين عينين دول، بيقول لك والله يا دكتور كان كده وقلبوا كده، ها؟ بيضحك عليهم بياخد ملايين، كتبوا فيه شكوى بتوع الاصل عين. الراجل فتح مراكز ثانيه. عارف ليه؟ بيقلب لناس جامده في البلد من ورا. انت عايز تالف، الف اي حاجه. شيل الورم اللي في بدون جراحه، شيل ورم على المخ بدون جراحه، اضحك على الناس وخد فلوس واجري، ها؟ او الراجل ده كسب ذهب لغايه دلوقتي شغال نار ومش عارفين يوقفوا. بتوع الضرايب بيروحوا له يقلبوا كله بقى. اوعى واحده رحمها قلب على ورا، قصدي مهزله، يقول لها اصل انت عشان رحمك قلب على ورا هتسقطي في الامتحان. رحمك مش هتتجوزي، واذا اتجوزتي مش هتحملي، واذا تحملتي هتسقطي. يا جماعه ده نورمال. The rarest cause of infertility. مش لازم التعذيب بتاع وشها ده، يعني العينه عادي بتحمل عادي خالص. تيومر بقى سيرفايكال. طبعا في ناس هنا بتفكر تعمل ايه؟ سيرفايكال فايبرويد. انا عارف الاول لما بخرج من الحصه اعرف فاتحين عياده على طول. السيرفايكال فايبرويد ده اللي هو عامل كده ورم ليفي اهو في عنق الرحم. حد يقول لي ازاي يمنع في بتوع النساء ظهرته تبقى مصيبه؟ ازاي يمنع الحمل؟ ايوه ايلونجيت، بس ما بيعملش ايه؟ اوبستراكشن. عشان تيجي تقول ايه؟ اصله كبر فقفل السكه. لا، طلع من السيرفايكال فايبرويد بيطول كده، ما بيقفلش السيرفايكال كانال عمره، فبيزود المسافه على مين؟ سبيرمز. دي جت كتير قوي في الام سي كيو. ايلونجيشن اوف سيرفايكال كانال. كده لما يجي حد يسالك بقى قول لي اورجانيك كوزز بتاعته، اكتب اثنين ثلاثه ما تضيعش وقت، ده الاهم. انت بقى بتفرح بقى. سينوزز، كولايزيشن، ده عبط. ها انا اهم حاجه عندي مين؟ فان. ايه فانكشنال؟ محتاج واحد بروفيشنال. طلع من السيرفايكال ميوسين ممكن يبقى باد كواليتي، باد كواليتي سيرفايكال. ودي محتاجه تبص عليها بعينيك. يعني دي انا اكتشفتها ازاي؟ وانا بفحص لقيت كوره كده عامل زي البرميل. دي اكتشفتها ازاي؟ بدخل الساوند قلب على حاجات سهله، ده صعب اكتشاف. ده محتاج لازم تاخد سيرفايكال ميوسين وتعمله تيست تدور. اما بعينيا كده هل هعرف السيرفايكال ميوسين وحش؟ يعني ده محتاج انفستيجيشن برضه. انتي سبيرمز انتي بوديز، ست بتطلع انتي بوديز ضد جوزها، ها؟ طب دي هشوفها بعيني؟ يبقى الاثنين دولت ما تنساش بتوع تدور عشان الشطاره بقى. اكتشف اورجانيك ولا فانكشنال؟ فانكشن. تعالى بقى نشوف انفستيجيشن فانكشن، ده هبل، ده انفستيجيت ذا كوز. تعالى بقى نشوف ازاي. هكتب اول حاجه الكواليتي اوف سيرفايكال ميوسين. حد جدع يقول لي الكواليتي اوف سيرفايكال ميوسين الباد اللي هي اندر افكت اوف ايه؟ بروجستيرون. حد يعرف يقول لي ايه الكرايتيريا اوف سيرفايكال ميوسين في النص الثاني؟ اللي عايز يقوله يرفع ايديه، ما بحبش انا جماعه المشاركه، ما بحبهاش. واحد يطلع يقول لي هم خمس حاجات، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه. البروجستيرون بيعمل ايه في السيرفايكال ميوسين؟ وربنا هيوفقه. قول اربعه. فيسيت، سكانتي، سيلولار، ما فيهوش نيوتريشن. والسترانز اللي هي ايه؟ كروس، كروس لينك، يبقى خمسه. ها يعني ما تنساش هنا دي اسمها الباد كواليتي. طب نيجي بقى على تيست بيحشركوه اسمه دكتور سعيد سامر بيحبه جدا، بوست كويتال تيست، اسمه تحليل ما بعد الجماع. حتى اسمه مهبل، ها؟ لا لا في شيء كده. انت عملتي تحليل ما بعد الجماع؟
ده الدكتور سيد سيد اذا شافك ما سالتش على ده تبقى نهايته، مع انه ما بيتعملش خالص. ها اسمه بوست كويتال، تحليل ما بعد الجماع. بعمله ازاي بقى والطريقه والفكره؟ ده عنق الرحم بتاع العيان. واحنا قلنا السيرفايك السيمينال فيول بياخد وقت قد ايه عشان يوصل هنا؟ 6 ساعات. يعني المسافه دي كام ساعه؟ 6. تعالى بقى نشوف هنعمل التست ده ليه شروطه. شرط في الست، شرط في الراجل هنشوف دلوقتي، وبعدين تايمينج امتى هيتعمل. شرط في الست لازم اجيبها في احلى وقتها. ما انا عايز اشوف بقى السيرفايكال ميوسين بيعمل ايه مع الحيوانات المنويه. راح قال لك اجيبها ايه في احلى وقتها؟ هل قبل الاوفيليشن ده احلى وقتها؟ ولا التايم اوف اوفيليشن سيرفايكال ميوسين بيبقى احلى؟ ولا بعد الاوفيليشن؟ لا ايه؟ لان بعد 24 ساعه من الاوفيليشن بيطلع هرمون اسمه ايه؟ بروجستيرون. يبقى انا عايز اشوفه امتى؟ بجيبها ات تايم اوف اوفيليشن. طب انا هعرف ازاي؟ بكذا حاجه. هعمل سونار، اول ما الاقي الفوليكل توصل اكتر من كام؟ 18 مللي تعالي. يبقى انا بجيبك في احلى اوقاتك التايم اوف، الاستروجين بيبقى عالي في الوقت ده. راجل بقى لازم يكون تحليله نورمال. ليه؟ يعني ليه لازم تحليله نورمال؟ لازم ابص على التحليل ويبقى كامل وكويس. اقول لك ليه. اذا انا خدت عينه ولقيت حيوانات منويه ميته جواها، هل هي ميته اصلا ولا السيرفايكال ميوسين هو اللي قتلها؟ فهمت قصدي؟ عشان كده لازم اشوف قدامي نورمال، لان اذا ماتوا يبقى هي اللي قتلتهم. اخر حاجه التايم. ليه بجيبها بعد الانتركورس ب6 ل10 ساعات؟ ده سؤال في الامتحان. اشمعنى 6؟ قول له عشان المسافه بين السيمينال بول ها والسقر. انا عايز اخد حيوانات منويه من هنا، تاخد كام ساعة؟ 6. العيلة بتنام على السرير، بجيب منظار معقم ما بحطش لا جل ولا قرف، بروح مدخله كده وابص على عنق الرحم والفاجينا واجيب سلايد. احط نقطة من هنا بالايه؟ بوستيريو فورمكس، ونقطة من هنا من السيرفايكال ميوسين. يبقى هاخد نقطة من هنا ونقطة من هنا واتفرج على 3 حاجات. يعني بجيب، الحمد لله انتوا مش عليكم الانتربريتيشن بتاع الصوت لبن. انا بروح باصص على النقطتين واشوف number of living and dead sperms. ادي مثال اللي عايز يفهم. نفترض ميتين هنا وما لقيتهمش هنا، يبقى مين اللي قتل السبيرم؟ يقول لك ميتين في الفاجينا ومش موجودين هنا. ما اكيد ميتين مش هيتحركوا، مش عفاريت، يعني ماتوا هنا مش هيجوا هنا. ماتوا يبقى معناها الفاجينا فيها ايه؟ انفكشن بس، خلص. طيب كانوا عايشين هنا وماتوا هنا، يبقى السيرفكس هو السبب. فهمت قصدي؟ يعني انا بشوف نمبر اوف ليفنج اند ديد في النقطتين. حاجه ثانيه بشوف تايب اوف مورتاليتي. تعرف في حركه كده شفتها اعرف ان في انتيبايز. تلاقي السبرم واقف مرعوب، فاهم؟ كلهم واقفين شيكينج كده، بيترتعش. انا اذا لقيتهم مرعوبين يبقى اعرف ان في انتيبايز، خلاص؟ كلهم واقفين قدامك كده مرعوبين منك. اخر حاجه بقى نمبر اوف لوكوسايتس. حد يعرف ليه؟ لوكوسايتس معناه ايه؟ انفكشن، في بس. يبقى نمبر اوف لوك وايت بلاد سيلز، يبقى نمبر اوف لوكوس. هم دول الثلاثة. سؤال، مفيش حد يبص في الورق، السؤال ده بتاع الفول مارك. اللي بص ما يردش بأمان. تفتكر كام سبيرم، ده اللي مذاكر السيمين اناليس، كام سبيرم هيتحركوا زي راس الحربة كده في البوست كويتال تيست عشان أقول ده نورمال؟ عايز رقم واحسبها صح. يقول لك كام سبيرم بيتحركوا زي راس الحربة كده تحت الميكروسكوب؟ مش حد ذاكر ارقام خالص؟ ايه؟ لا فكرت، كان 15 مليون في الملي او 30 في المليون في الايجاكيوليت. جيب لي بقى رقم، انا عايز رقم. بعد قاعد يحسب اهو، دي لها طريقه. كام سبيرم بيتحركوا زي راس الحربه؟ 15 ولا هتساوي في الايجاكيوليت كله ولا في هنا؟ انا عايز اشوف كام سبرم بيتحرك. 15 ايه؟ مليون. غلط. 10 مليون. غلط. مين يزود؟ انت قربت. 70 ولا 50؟ انتوا اللي غلط. ها؟ ايه؟ كام بقى؟ 40. غلط. انا سايبك بس عشان ما تغلطوش فيها في الام سي كيو. بص يا جماعه، انا ببص بعيني، تمام؟ يعني ببص كام سبيرم، عد ملايين.
لو انا بص كده دي واحد ادي اتنين ادي تلات. على فكره التست الوحيد اللي ما فيهوش ملايين هو ده. ده حصل مره في امتحان عشان ما تنساش ان انت بتغلط فيه. كان في الدكتور صبحي عبد العزيز الله يرحمه ده فيري مانجمنت. المهم جه واحد قال لي انا بوصي النبي على الطالب ده، وكان موصيه برضه بس الدكتور صبحي ملوش توصيات. قال لي والنبي تقعد معاه بس تغششه. انا قعدت جنب الدكتور صبحي كده وكان الطالب قاعد قدامه. فالمهم الدكتور صبحي بيقول له كام سبيرم يا ابني بيتحركوا زي راس الحربه قدامه. الواد مش مذاكر، عملت له من وراه كده. هو كان خمسة على فكرة، هو دلوقتي بقى له 20، خمسة سبيرمز، قال له 5 مليون. أنا بص له قال له بص يا ابني أنا عايز أنجحك، أنت بتبص بعينك بتعد أدي واحد أدي اتنين كام يا ابني؟ قال له الدكتور 5 مليون. 5 مليون، قال له اطلع بره. خلاص؟ أنت عارف إزاي ما غششتوش؟ كلام ما أعرفش أحسن. يعني قصدي أقول 5 سبيرمز، يبقى الحاجة الوحيدة اللي مش بالملايين أهي 20 سبيرمز بير اتش بي اف. ما تنساش ما لهاش علاقه بالملايين. وانتوا قاعدين تحسبوا بقى 50% او 70%، انا بحسب بعيني في العياده. يبقى كام سبيرم عشان اقول نورمال؟ ها 20. علاجها علاج الست دي اذا كان باد كواليتي هعمل ايه؟ اذا كان انتي سبيرمز انتي بودي هعمل ايه؟ اذا كان باد كواليتي شاطر نذاكر كلوميد. كنا بندي دواء اسمه اسيتايل سيستاين، ده دواء كحه. كان بيعمل ايه في السيرفايك المزمن؟ اودي ايثينايل ايه اسا، بس انا بخاف منه احسن يعمل نيجاتيف فيدباك. الدوز بتاعته 0.1 0.2 ملغرام. ليه دوز قليله قوي كده؟ عشان ما اعملش نيجاتيف فيدباك. انا بصراحه برجح دواء كحه. خلاص. طيب نيجي بقى ليه انتي بوديز. واحده قاعده عندي في العياده وطلع انتي بوديز ضد السبرم، بقولك واقفين تحت الميكروسكوب بيرتعشوا كده. خلاص هروح اقول لها، قال له هو الاول تلبس كوندوم يعني وقي ذكري. على فكره ده احلى علاج. انا ببص للراجل الاول واقول له تلبس كوندوم وقي ذكري لمده 6 اشهر. طبعا 6 اشهر اثناء الانتركورس، مش لابسه على طول. ها حضرتك هتلبس يعني كل ما يجي يحصل انتركورس بتلبس ايه؟ كوندوم. خلاص. ليه بقى؟ انا ما يلبس كوندوم كل انتركورس، هل السيمن هيوصل للست؟ يبقى بقلل انتيجينستي. يقلع الكوندوم بعد 6 اشهر حمل، لان لسه ما كونتش ضده انتي بودي. راجل دايما يرفض يقول لك الكوندوم بيقلل السكشن. لا مش حلمس، هو العيب فيا ولا فيها؟ يعني كده بالظبط. اقول له طيب حد لمراتك عليك. خلاص اذا نجح اوكي، ما نجحش هتلبس. قال لي موافق. على فكره هو هيلبس اللي انت ما تعرفوش. تمام. هو بس بيضيع وقت. انا عندي بريدنيزون بعيد كورتيزون. تعرفين الكورتيزون بيعمل ايه؟ بيقلل القلب مش شويه بس، والله ما هيحصل حمل بعد 6 اشهر. ما يعدوا له البس، يقول لي طيب. ها يعني طب ما كنت البس من الاول. ذا بيست لاين اوف تريتمنت اوف فانكشنال تايب از ايه؟ كوندوم لمده كام شهر؟ يبقى ده سؤال في اخر السنه. ايه استخدامات الكوندوم غير اللي يمنع الحمل؟ اهي ايمينولوجيكال انفيرتيليتي. خلاص ليه كوندوم اكثر من كام شهر؟ 6 اشهر. نيجي بقى ليه اطفال الانابيب، دي هنشوفها وهنخلصها وبعد كده اللي يقولها هنمشي. ايه بقى اي بي اف والكلام ده؟ واتمنهم سيب الترايل والالكس بلين. افتح الصفحه اللي بعديهم عشان هتفرج عليها فيديو النهارده. عندنا اول موضوع اسمه اي او اي، ثاني موضوع اسمه اي بي اف وامبريو ترانسفير، ثالث موضوع اسمه اكزي. عايزين بقى نفهم ايه دول واسمائهم ايه بالعربي بدل ما تضحك علينا، نعرف اكملهم. ها؟ ايه اي او اي ده؟ انترا يوتراين انسيمينيشن. هشرح لك بالظبط كانك في اوضه العمليه، هشرح لك كامل وهتشوفها كمان فيديو النهارده. يقول لك يعني ايه انترا؟ لان انا بحقن السيمن جوه العيان، ده بيسموه بالعربي تلقيح صناعي. بكرهه ما بينجحش. من دلوقتي ما بقتش اعمله، بقالي سنه او سنه ونص بصراحه ولا عيان بتحكي. بس يقول لك نسبه نجاح 15% ما تعمله 3 مرات. كلام وهمي. الاي او اي واحده بدل ما تدفع كام الف هنا تعمل ده او ده عشان تحكي. عايزين نعمل حاجه نتيجه. ايه الاي او اي ده؟ بيتعمل ازاي؟ فكرته انت مش عليك غير الفكره. تعريف بس الكالتشر بحط عليها السبيرمز اسمها ايه؟ بجيب العينه في العياده عندي واعمل لها تنشيط، ركز كويس قوي، اطلع لها بويضات كويسه. و اول ما اديها حقنه اسمها اتش سي جي، حد فاكرها دي كانت بتعمل ايه؟ هي يوم اول ما توصل 18 مللي ادي اتش سي جي عشان تفرقع. اتقابل معاهم 36 ساعه بعد الاتش سي جي، يعني ادولها بالليل عشان اقابلهم الصبح، ده من العمليه الصبح.
يعني هديها لها النهارده بالليل، بعد بكره الصبح تيجي لي المستشفى. وجوزها يروح قبليه بساعه، يديهم شويه سمين. هما ياخدوا السمين بقى ايه، يحطوهم في مزرعه اسمها تبقى هام تاني، دي مغذيه جدا. يحطوا السبيرمز في مزرعه اسمها هام تاني. ايه الهام تاني؟ تغذي الحيوانات المنويه. وغير كده بقى بياخدوا احلى اسمها بروسيسنج، اجمل حيوانات منويه، بيعملوا حاجه اسمها سنترفيوج هنشوفها دلوقتي، يدوخوهم اقوى سبيرمز بتفضل. وبعد كده يروح عاملين ايه بقى، يشيلوا السيمن، ماده اسمها بروستا ايه جلاندز، ما سيبهاش لان اذا حنتها في العين هيحصل ايه، يوتراين كونتراكشن. وروح حاططها لي في بتاع زي دي بالظبط، انا جايبها لك ايه، دي القسطره اللي انا ملحم بيها، وديت الايه السرنجه اللي هو بيحط فيها الايه السيمن. انا باخد ديت واعمل بيها ايه، ادي عنق الرحمه واللي انا صاحيه، بدخل كده من عنق الرحم بالشكل ده كده، واروح حائل. شوف بعمل ازاي، ببطء كده اخد كده بس، انا بعمل كده اخد كده. على فكره في ناس بياخدوا 2000 3، في ناس بياخدوا 4 كده، يعني اذا جبت ب 10 جنيه المره دي عملت كده. على فكره المعمل بياخد كام؟ نفترض المعمل بياخد 150 جنيه عشان اكون عادي، اقصى حاجه 200، ده اذا كان في مكان ايه يعني، خلاص 200 جنيه، انت تاخد 2000 3000 ليه؟ خلاص يعني بتعمل كده. فانت ليه بتغلي؟ عشان بقيه الناس يقول لك ده رخيص شكله ما بيعملهاش كويس. اه والله حاجه مقرفه، يعني تيجي تقول لي يا مدام انا هاخد 600 هاخد 1000، ده كده ايه المشكله ما اعمل 3 كده 3000 يعني كده. فمشكله العينين بقى بيحبوا الغالي، يقول لك الغالي احلى. تروح رايحين بقى يقول لك ده الدكتور ده بيعملها ب3، اكيد في ميزه. ها وطلع ده زي ده زي اللعبه في المعمل، مش انا ده اسمه تلقيح صناعي، اللي هو اقول لك لقحها صناعيا وتقول لك ده الراجل ده خرق وده حمار، عمل ايه؟ كبر بويضات وعمل كده. اللعبه كلها في مين؟ المعمل. انا اعمل في معمل محترم يطلع لي حاجه اسمها سيمن بروسيسنج، يطلع لي احلى سبيرمز. نيجي لده بقى اي بي اف وامبريو اسمها اطفال انابيب، يقول لك حرام هيديك البيبي الانبوبه، ده كان زمان طلع شعره فظيعه، يقول لك ده مش ابنك، ها ده انبوبه وبيبي صنعه فيه. على فكره الانبوبه ده هشرح لكم بتتعمل ايه، الانبوبه يعني ايه انابيب، حتى مالك خلاص. اسمها بقى ايه اي في اف، يعني ان فيترو فيرتلايزيشن، اللي هو ايه اخصاب بره العيانه، اند امبريو ايه ترانسفير، خطواتها في منتهى الاهميه تحليلي. دي بقى انقح، دي انا بحقن السبرم جوه المين، مش انا بتاع المعمل، احقن السبرم جوه الاوفر، يعني ما بعملش اي حاجه، انا اللي بخرم له، انا بدخله اقول له يلا، يعني انت اهو قدام النيوك اللي انا دخلتك. اسمها اكزي بالعربي، اسمها حقن مجهري، دي بيسموها انترا سيتوبلازميك سبرم انجكشن. طبعا ادويتها بتعدي 5000 جنيه، في ستات بقت تدفع 6 على حسب استجابتها. حقيقي الادويه بتاعت التنشيط هنا بتعدي ارقام خياليه، المستشفى يقول بتاخد 6 7 8 على حسب مكان، الدكتور بقى ياخد كام؟ هنشوف بقى خطواتها ويقول لي ياخد كام. دولت الثلاثه عرفنا اسمائهم، عايزين بس ناخد سؤال تحليلي الاول، نسبه نجاحهم ايه؟ الاي او اي عشان كده الاسم 15% بعد 3 ترايل في 6 اشهر. هدي مثال، جت لعيانه النهارده عملت لها اي او اي مره، اريحها شهر واعمل لها الشهر اللي بعده، فشلت اعملها، بيقول لك بتحمل في الشهر الايه؟ يعني بعد ثلاث مرات، والله ما بيحمل. خلاص؟ وعلى فكره الاي او اي ده يعني تحمل لوحدها احسن. وهقول لك امتى تتعمل. امال دول بقى؟ دول نسبه نجاحهم هاير طبعا، انت هنا بتخلي يعني انت بتلقح بره وتنقل، وده برضه الاكزي انت بتلقح تحت مين؟ الميكروسكوب. الاثنين نسبة نجاحهم من 20 إلى 50 أو 60%، يعني شايف الرينج؟ يعني من 25 ل 50 أو من 20 ل 50%، ليه رينج كبير قوي ده؟ وفي ناس يقولوا 60 وفي ناس يقولوا 70، بيعتمد على إيه؟ ده بقى السؤال، بيقول لك فاكتورز ديترمايننج إيه الريزلتس، دي بقى هتكتبوها معايا. يعني ممكن العيانة تحمل بنسبة 25%، ممكن تحمل بنسبة 30، في واحدة يقول لها 10%. ايه بقى اللي بيتحكم في الكلام ده؟ تحت الجدول ده حد هيسامحهم، مش عايزك تنسى. اول حاجه عمر العيان، يا ساتر عمر المريض، كل ما يزيد عمرها كل ما ايه نتيجه زي عارف ايه،
واحده 49 سنه، واحده 40 سنه، هتقولي بيجوا اه والله، واحده بيبقى عندها 49 سنه، واحده جايه من مين 49 سنه، تقولي مين بتاعها؟ دي مينوبوز. طبعا اذا قلت لها انت مينوبوز من اول مره تروح اقول لها حضرتك اعمل ايه؟ تحليل ونشوف ربنا يسهل، اعمل ايه؟ واحده عجوزه يعني مع البويضات كل ما بتكبر في السن كل ما الجوده بتاعتها ايه؟ بتقل. ده غير كده كمان الرحم ما بيستقبلش مين؟ البيبي. شوف بقى واحده 20 سنه احقن تروح مسكره، فاهم؟ وبويضات تطلع كواليتي خرافيه. يعني قصدي اقول الايج ده رقم واحد. اتنين اسوشيتد باثولوجي، يعني واحده عندها اندوميتريوزس كمان، يعني اندوميتريا في حته مش حتته، فما ده برضو ممكن يقلل السكسس ريت لان بيطلع مواد اسمها بروستاتا جلاندز، هيتلاقي النتيجه مش كويسه. اللي بعدها غير ما واحده ما فيهاش اي باثولوجي، كواليتي اوف ايه؟ اوف اوفن، كواليتي اوف امبريو مهمه جدا. يعني البويضه اول ما بتطلع بيقول لك دي ام 2 ولا ام 1، ده هو بتاع المعمل. يعني بعد ما طلع له البويضات بيقشرهم، انت بتعرف لما بيقشرهم يبص عليهم يشوفهم ام 2 ولا ام 1. ام 1 ده كواليتي مهبله، ام 2 يقول لك كواليتي عاليه جدا. انا ما الاقيها مطلعه 10 ام 2 ان شاء الله هتحمل. اما تيجي تقول لي بقى 10 ام 1 وواحده ام 2 نسبه الحمل بتقل، امبريو يقول لك ده الجنين ده ممكن يقعد بره 5 ايام بدون ما ارجعه، ده جنين قوي، جنين ده عايزين نرجعه بسرعه، يبقى الجنين ده ضعيف. هو ليه حاجات معينه يبص عليها، يبقى كواليتي اوف اوفم، كواليتي اوف ام. اللي بعدها التكنيك بتاع الاوسايت ريتريفال، يعني انت شفط البويضات ازاي؟ هتشوفوا الابره اللي جبتها لكم اللي بنشرب بيها، هي دي الابره. طبعا كل ما تبقى رفيعه احلى، ان انا بشرب بيها بويضات بتاعه العنب الصناعي. شوف في ناس مش فاهمه غلط، ايديه تقيله بتفرق. التكنيك بتاع الاوسايت ريتريفال، التكنيك اوف امبريو ترانسفير، امبريو ترانسفير. احنا بننقل الاجنة بثلاث كلمات، طبعا مش عليكم بس انا عشان افهمها لك. الثلاثة دول ديت اسمها واليس، دي اسمها لابوتيك، دي اسمها كوك. احنا عندنا ثلاث انواع، البلاد هي اللي عاملاها بره، اجنبيه كلها. طلع ان واحد بيتفائل بواحده، يعني ديت طريه دي ناشفه، ما تفهمش تلاقي واحده عملها مره ونجحت يقول لك ايه؟ لا انا عايز واليس. ها؟ بيتفائل بيها مش اكتر. على فكره الثلاثه واحد، لان انا بحب بيهم مين؟ الاجنه. بس بيقولوا ده تفاؤل، يعني انا بصراحه بعشق حاجه اسمها واليس. الباقيين دول اجي احط لابوتيك مره جربت ما حبيتش، قلت لا، يبقى انا ارجع لمين؟ مع ان هي على فكره نتائج واحد، بس نفسيا انت بتحرم بقى لي قسطره. نيجي اللي بعدها الميديم. ايه الميديم؟ مش انت بتحط البويضات في ميديم معينه زي الانبوبه بالظبط اسمها اي في اف ميديم؟ الميديم بتاعتها كويسه ولا بتاعت الاوسايت بتاعت الامبريو؟ بتحطهم في حضانه درجه حراره كده معينه بيعرفوا يظبطوها. في ناس بيحطوا كله على بعضه اي درجه فبيموت الاوسايت ومين؟ والامبريو. الحاجه اللي بعدها البروتوكول اوف ستيميليشن، يعني مش اي عينه تاخد زي الثانيه. انا بشوف العينه ديت عندها بي سي او ليها طريقه، واحده تانية سنها صغير ليها طريقه، واحده عجوزه ليها طريقه. في حاجه اسمها بروتوكول، حاجه اسمها لونج تيرم شورت تيرم الترا شورت، يعني قصدي اقول في بروتوكول، مش اي واحده تاخد نفس الحاجه. دول اللي هو بيسموهم فاكتورز ديترماين ايه. نفترض بقى واحده صغيره ومفيش اسوسييت باثولوجي، جود كواليتي، جود امبريو، قسطره محترمه، النتيجه تبقى كام؟ 60 70. واقول لها كده. اما باجي بقى واحده بقى 45 سنه كواليتي مهبله وعندها اندوميتريوزس، انا عندي اقول لها ايه؟ نسبه نجاحك 10%، لازم اكون صادق معاها. بس حكايه ان 100% دي كذب، يعني في ناس تقول لك ان شاء الله هتحملي، ما كانش هرجع لك فلوسك ولا بيرجعوا حاجه في الاخر. يعني بتلاقوا امراه اه والله كاتبين كده اعلان منزلين له، اذا انت ما حملتيش هرجع لك نص فلوسك. طبعا بيكون خدهم بطريقه ثانيه، هو بقى بيبيع لها الادويه اغلى مش عارف ايه، لاقي كل الفلوس خدها، واذا حملت او خدوا زياده فبيضحكوا على الناس، والناس ايه بتجري ورا الوهم. انت ان شاء الله اول ما تخلص اشتغل في الموضوع ده بيكسب ده. تعال بقى نشوف السؤال التحليلي. Indication of IOI, Indication of IVF, Indication of ICSI. جه في اكتوبر، كلية 6 اكتوبر جالوا السؤال ده، بس قبليها بيوم كان نزل الدكتور في المحاضرة قال لهم هجيب لكم ده. فوجوا لقوا الإنديكيشن جت كاملة. ها؟ تعالى بقى نشوف. Indication of IOI حاجة في الراجل، حاجة في الست،
حاجة unexplained. عشان ما تنساش. حاجة في الراجل، حاجة في الست، حاجة unexplained. حاجة في الراجل، حاجة في الست، حاجة unexplained. تعالى بقى نمسكهم واحدة واحدة كده عشان ما تنسوش. عم بدولك جدول كده عشان ما تنسوش. حاجة في الراجل. قطة. ايه قطة دي؟ ما خلاص كل حاجة. او يعني oligosperm يعني ايه؟ عدد ايه؟ قليل. تي. تلاتو يعني ايه تلاتو؟ يا جماعة abnormal يعني فيها تلاتوجينيستي. ايه؟ أثينو يعني ايه؟ ضعيف. يبقى انا عندي قطة دي اختصار ايه؟ oligosperm تلاتوزوسبرميا ايه؟ أثينوزوسبرميا. او يكون الراجل مش عارف يحط السين. failure of ايه؟ دي بوزيشن كان هايبوسبيديس اللي كان بيطلع سيمن في الشارع. انا باخد له السيمن دي بتنجح فيها بقى صح. اما يبقى الراجل مش قادر يحط وانا احطه له تحمل. بس حكايه واحد بيعرف يحط حتى اذا كان العدد قليل بيوصل على كده. يعني حكايه ان انا الاي او اي نتائجها قليله نيجي للست بقى. هوستايل سيرفايكال ميوسين. حد يقول لي ليه بتنجح دي؟ بتنجح تنجح دي بقى. اولا هو بيعدي في السيرفيس. انا عديته السيرفيس انا بحقنه جوه مين؟ اللي تحمل. يعني حين ما يبقى عدواني تحمل. unexplained بعمل دي عشان ارخص. ايوه بس دفعت هنا 3 في 3 في 3 بقى كام؟ 9000. ما تعمل دي وتزود 2000 تمام. طبعا ودي نتيجه ايه؟ توصل حوالي 60% توصل حوالي 70%. نيجي على ده امتى اعمل اي بي اف؟ حاجه في الراجل قول سيفير قطه. يعني ايه سيفير قطه؟ سيفير اوليجوسبرم سيفير تيرات وسيفير اثين. طب في الست وستايل سيرفايكال ميوسين بس بعد ما زيد تعمل كم مره؟ قال 3 مرات كلام وهمي. unexplained بس بعد ما تتعمل دي كم مره؟ 3 مرات. طبعا دي بالنسبه ده اللي يهمني دي اكزي شافوا ايه. على فكره لما بتجي لك عيانه تعمل تقول لك انا عايز اطفال انابيب بنعمل لها دي ولا عملت لك اطفال انابيب؟ تقول لك عيان انا عايز احقن مجالي بعمل دي برضه. نسبه دي احلى لان انا بحقن خلاص. انا عارف الاوما الزنا اقل بس الفيلير ريت هنا اكتر. تعال بقى نشوف هنا راجل ماركت بس مش قطه ماركت اوليجوسبرم. يعني راجل عنده اقل من 80000 80000 احنا قلنا النورمال كام؟ 15 مليون في سيمن كام عنده عدد يحطهم في البنك دول ها عشان هستخدمهم اعملهم ايه اكزي. واحد عنده الموتايل سبرم كل الحيوانات المنويه مشلوله انا اللي هخرم له وهدخله هتشوف ده وبدخله وهو يلقح بس ما بيتحركش في ميل بقى. يقول لك اذا دي فشلت ثلاث يا نهار اسود وانا هتدفع في ديت عشرينات وثلاثينات وهترجع دي تروح عاملها تروح عاملها دي على طول. اخر حاجه بقى ريفراكتوري انسبكشن. يعني ايه ريفراكتوري؟ عملت معاها كل حاجه يبقى اعمل مين؟ الاكزي. السؤال ده تحريري indications of ERT تكتب له الاي او اي لوحده والاي بي اف لوحده ودي لوحده. اخر حاجه بقى هنشوفها زي ما احنا قلنا سبع خطوات سمعتهم هنمشي وهشرحها. نعم دكتور هو ايه الفرق بين الاي بي اف والاكزي؟ هشرحهم بقى دلوقتي ايه الفرق بين الاثنين التكنيك وانا هفهمك بقى ايه الفرق بين دي ودي ودي حقيقي امتى بتعمل دي؟ بتعمل بس تعمل في حاله واحده لازع. طب والبي تي بي دي ايه؟ بايلاترال تيوب بلوك دي بي تي بي بايلاترال تيوب اه اما تبقى الانابيب مسدوده على ناحيتين خلاص. طبعا انا مش عايزها هنا لان باخد اوفا واحطها جوه اليوترس يبقى ممكن بايلاترال تيوبر بلوك. نيجي بقى للتكنيك وربنا يسهل. جه تحريري اه تكنيك اوف اي في اف وتكنيك اوف اكزي ومليانه اسئله ام سي كيو هتلاقوها في الكتاب الصغنن كده. في كتاب صغنن خدتوه ده عارفينه مليان كميه اسئله وبيجوها في الامتحان. هقول لكم اسئله طول ما انا ماشي ام سي كيو. ايه خطوات الاي في اف؟ ايه خطوات الاكزي؟ الاثنين واحد. سبع خطوات. اول خطوه العاده جايه لي هديها حقنه جي ان ار اتش انالوج. هتعرف ليه؟ انا بدي العيانه جي ان ار اتش كونتينوس بيقولوا تحت الجلد كل يوم تاخد حقنه دي بنديها حاجه اسمها دي كاروتين او نيزل سبراي. نيزل سبراي مش في مصر احنا بندي تحت الجلد كل يوم حقنه جي ان ار اتش ده ايه ده؟ كونتينوس يعمل ايه في الاف اس اتش ولا اتش؟ يمنح استروجين بروسيون يمنع. يعني بعمل بخمد مين؟ داون ريجوليشن اوف ايه؟ بيتويتري. ليه؟ انا خايف يطلع ده ايه ده؟ يفرقع لك بيضات لما اخدها. يبقى ما يسالك انت ليه بتدي جي ان ار اتش انالوج خلاص؟
قول له حضرتك عشان امنع ناتشرال الاتش سيرج ده اذا طلع وفرقعهم لي انا فقدت كل حاجه يبقى انا مش عايز ده يطلع لغايه ما انا اخدهم البويضات بتاعتي. اثنين اوفيريان هايبر ستيميليشن يعني مش تقول ستيميليشن هايبر ستيميليشن ده انا حدي العالي كميه حقن ده ممكن تاخد في اليوم 3 4 حقن يوميا مش حقنه. انا عايز اعمل اوفيريان هايبر ستيميليشن سندروم. تخيل بقى احنا بنخلي البويضات تزيد كل ما اطلع بويضات اكتر كل ما فرصه الحمل ايه اعلى. وديها بقى ادويه عشان امنع الاوفيريان هايبر ستيميليشن سندروم. انا بديها اي نوع من الحقن تفتكر اجود حقن بيوريفايد اف اس اتش او سنسيتيف اللي معاه فلوس. ليه ما بديش هيومن مينيبوزال في الاتش عالي ولا مش عايزه؟ يبقى عندنا وعلى فكره بندي الاتش هيومن مينيبوزال بيجيب نتائج بس انا بقول ايه لازم الحقنه دي عشان ما تفرقعش قبل ما اخدها حدي بيوريفايد وسنسيتيف لغايه اما يعدي الفولك الكامل 18 يبقى رقم 3 التريجر اوبريشن. انا مش هتريجر ولا حاجه هقول لك ليه. هدي حقنه اسمها اتش سي جي بدي كام حقنه 10000 يعني كام واحده 2 ده عدد الفولت الكتير في ساعه والله بدي 3 بس المكتوب ايه 2 هدي امبولين اتش سي جي يعني اعمل ال اتش ايه سيرج اول ما توصل الفولت الازيد من كام ملي 18 ملي. انا شايف بالسونار بقى معظم البويضات فوق ال 18 اروح مدي الحقنه دي بس الحقنه دي بتفرقعهم خلال 36 ساعه يبقى لازم اشفطهم قبل كام ساعه. هي دي الشطاره ان انت تجيب العينه بدري وتفهمها اذا حضرتك عدت 36 ساعه انا هفقدهم مش عارف اخدهم وكل ما اقرب من 36 كل ما النجاح احلى. سؤال جه في الانستيتيوت الاتش سي جي بيعمل ايه كمان اكتب لي جنبه بقى ستيميوليت ماتوريشن اوف اوكوسايت اللي جت في الانستيتيوت في امتحان كانك بتعمل اطفال انابيب بيسالوا اسئله عاليه جدا بس هم بيعملوه. يعني انا لما ادي الحقنه دي الاوسايت بتبقى ماتيور جميله ام 2 اللي انا قلت لك عليها اذا ما اديتش الحقنه دي هيطلعوا كلهم ام 1 ما بيكملوش. يبقى انا عندي تريجر اوفيليشن ليه عشان استيميوليت ايه الماتيوريشن اوف ذا ايه اوسايت. المهم بعد كده اديت الاتش سي جي هحدد يوم عشان اعمل ايه بقى اوسايت ريتريفال اللي هو بيسموه اوفن بيك اب هاخدهم بقى هاخدهم من 24 ل 36 ساعة. حد يقول لي ليه مش بعد 36؟ هيكونوا فرقعوا ده يبقى هبل ها؟ يعني عند 35 ساعة ده أجمل. على فكرة كل ما تقرب من 6 بس مش بعد 36. هدخل أخدهم إزاي بالإبرة دي؟ الإبرة ديت متوصلة بجهاز سونار فاجينا. دايما الفاجينا بتديك معاها هدية كده تراك بتحطه وتحط الإبرة دي. الإبرة دي بتدخل جوه العيان نفترض ده اليوترس أهو. وده الاوفر اللي هي الفوليكلز اهي على الناحيتين شو انا عامل قد ايه؟ هدخل من الفاجينا اندر اناسيزي هخرمها كده انا شايف الابره في السونار قدامي هدخل دي ايه دي؟ فوليك اشهر هي الممرضه بتبقى تحتيها حاجه بتضغط عليها تروح شافطه اللي جوه الفلويد جواها اوفر ولا لا؟ هلاقي قدامي الفوليك بيحصل فيها ايه؟ تختفي اللي هو اللون الاسود ده بيختفي يبقى انا بشفطها. بعد كده نفترض ان طبعا اول ما اشفطها بتروح شفطها في انبوبه عشان كده بيسموها اطفال انابيب فهمتوها ما؟ كانوا سامينها كده انبوبه بتاع بره انبوبه جميله مستورده مش تست تشوب عليه عشان الامم ما تقع ما تتخبطش عاملينها الطريقه انها تدخل وما تتخبطش وتنزل تحت. الانبوبه دي بتتاخد وفي شباك في اوضه العمليات انت لازم تشوف يعني ادي اوضه العمليات في شباك مع المعمل بتاع المعمل قاعد جوه. الممرضه تروح واخده الانبوبه ديت واحده مناولك اسمها كده تروح واخده الانبوبه وتقول له انبوبه واحد وهو يستلم الشباك ده يروح هو دلقها تحت الميكروسكوب ويتفرج يقول لك لقيتها يبقى انا شفتها ولا لا؟ طب نفترض ما لقاهاش اشفط ازاي تاني؟ بعمل حاجه اسمها فلاش اللي عايز يفهم بدخل فلويد برده شبه الفوليك كده عاملين ادخل جوه اغسل اقول لها دخل لي تلاقي الفوليك اللي قدامك في الصوره ايه؟ كده خطي تاني تروح شفط لقيتها ما لقيتهاش بقى خلاص يبقى اكيد لازقه مش عارفه يعني مش ما في غيرهم ها. بعد كده اروح داخل في الاف في في الفولك رقم شفوتي انبوبه رقم 2 بعد يقول لك ايه واحد من جوه هتروح سامع يبقى انت طلعت كام اوبه 2 طبعا كل ما العدد بيزيد واحد بيبقى فرحان هو قاعد يشفط ها. 3 اول يقول لك 10 الحمد لله ممكن اسيب لها واحده ولا اثنين خلاص بقى انا معايا كتير ها. فروح قال لها انا سحبنا 10 بويضات طيب هل لازم كلهم يطلعوا كويسين؟
هو بعد ما بخلص خالص بعد ما اشفط الاوف هو بيقعد مع نفسه جوه يبص عليهم ويقشرهم ويقول لك بقى ده ام 1 ولا ام 2 ويطلع لك ويقول لك في واحده ما تنفعش في اثنين ينفعوا في هو بيديك رقم انا ببلغه العيال حضرتك طلعت لك 10 طلع بينهم 8 ام 2 و2 ام 1 الام 1 ده ممكن يتحول بعد كده يعني انا سبناه 6 ساعات بيسيبوه ممكن يتحول الى ام 2 المهم بعد كده هو بعد ما شفطت الكلام ده بايه بقى ترانس فاجينال الترا ساوند نيدل اسبيريشن هي دي الابره خلاص هي دي الابره اللي انا بشفط فيها بالفاجينا بعد كده بنعمل يوم العرس رقم 5 يوم العرس ايه يوم العرس اللي هو بيسموه لاب سبيرم اوفم فيرتلايزيشن اذا كان اي في اف هو ده بقى الفرق هنجيب طبق والطبق ده نحط من 100,000 ل 200,000 سبيرم ونسيب اوفر يعني ينقضوا عليها ها يبقى ده اسمه يوم العرس بتاعه عباره عن طبق كل اوفر لوحدها في طبق وحط عليها 100,000 200,000 من جوزها ها يبقى بنجيب السبيرمز من جوزها ونحطهم هنا وينقضوا عليها خلال 4 6 ساعات دي احلى عشان بتقلل الكونجنت الانومس حقيقي لان اقوى سبيرم حقيقي هذا القح يعني ديت هم اللي بيلقطوها لوحدهم امال اكزي بعمل ايه لا بجيب الاووسايت اهي دي الاووسايت وادي النيوكليس بتاعتها وثبتها تحت الميكروسكوب في كده حاجه اسمها مثبت هتشوفوها طبعا تشوف ماسك حاجات وانت مش شايفها يعني هو ماسك حاجات رفيعه جدا ويدخل بالدريلر يعني ايه دريلر شنيور يخرم هنا يخرم التو وورز دول الزونه والايج ممبرين وبعدين يجيب مين ده سبيرم حاجه اسمها بيبيت ما مسكوش كده طبعا ها ويدخله هنا يدخل واحد خلاص كده السبيرم عمل حاجه انا خرمت لك ووصلتك بس ممكن اختار سبيرم قبل بيجري ها ويطلع في ايه انوماليز عشان كده بقول لك دي صعبه شويه الاكس دي الا بقى اذا كنت هتاخد الجنين تحلله قبل ما تنقله العيان بس ده بقى كل جنين حوالي 2500 يتحلل عشان اشوف ايه انوماليز ولا لا فانا بروح واخد السبيرم واروح مدخله هنا وابتدي اتابع على ايه انقسامات سؤال هتحقنه في انهي فيز بتكتبوا ده في الام سي كيو ميتا فيز 2 يبقى انا بحقن في انهي فيز في الاووسايت ميتا فيز 2 اكتب على الام سي كيو الاسئله دي على فكره جت يبقى في الميتا فيز 2 احقن السبيرم بعد كده اروح حاططهم في حضانه وراقب بقى اجي تاني يوم ابص على الاجنه هلاقي جنين باظ ارمي جنين بينقسم الخليه بتبقى كام؟ 2 والاثنين بيبقوا 4 والاربعه يبقوا كام؟ هو 8 انا بنقل على 8 يبقى انا بنقل 8 سيل ستيج اللي هو رقم 6 اسمه امبريو ايه؟ ترانسفير اللي هو 8 سيل ستيج ده احلى حاجه اللي هو 8 خلايا يعني اول ما يبقى تحت المكسور يقول لك انا جاهز تعالى بقى احقن بكره بنحقن اليوم الكام؟ جت في الام سي كيو شوف 2 to 3 days after يعني بعد 2 3 ايام after oocyte retrieval جابوا سؤال في الام سي كيو بقى اليوم الاول راجع الامبريو طب السكند داي ينفع لا ثيرد فيما فوق يعني اوعى حد يقول الثاني ده واحد طبعا غبي في الامتحانات يعني جاب السؤال ده موجود في امتحان الحدود ان انا لما برجع الامبريو لازم يعدي كام يوم بعد يومين يعني بعد اليومين انقل على الثالث انقل على الرابع انقل على الخامس بس ما نقلش على الاول ولا الثاني هنقله بقسطره زي دي بالظبط بالدهاني كده وادخلها جوه الرحم كده بس لازم بالسونار بقى بعمل الترا ساوند دي بتبان على فكره يعني بيحط لي الامبريوز بيحط لي 3 4 يعني بيقول لي انت طلع لك 8 امبريو هجمد لك 5 واديك 3 تحقن انا ليه بنحقن 3 4 عشان عمرهم ما بيكملوا اللي بيكمل واحد بيكمل اثنين واذا كملوا الاربعه بنعمل حاجه اسمها فيتر ريدكشن ناس بيقولوا حرام او حلال معاك يعني القصه ان انت بتدخل تشفط اثنين عشان تقدر تكمل بكام باثنين او واحد المهم بروح حاقن بحقن فين بقى فوق خالص ولا في النص ولا تحت انا شايفه في السونار حد عامل سونار ابدومينال كده والمثانه مليانه وانا بدخل كده شايف النقطه البيضاء احقن فوق خالص ولا في النص ولا تحت فوق غلط ليه طب لان ممكن ادخل الجنين هنا ميد طبعا لو يقع يبقى انا بحقن 2 سم تحت الفانس 2 سم تحت الفانس واروح اعمل الحركه دي حطيت الاجنه
يجمد لي بقى الباقيين ويدفع لهم فلوس. بعد كده مش هتحتاج تعمل كل ده، مش هترجع عجينة تاني، وتجيب عيل واثنين وثلاثة. سؤال بقى، في الاي او اي يحقن فوق ولا في النص ولا تحت؟ مسين برضو بيبقى في حاجة لونها ابيض فوق خالص عشان يقربوا منين. يبقى في الاي او اي يحقن في الفندس، في الاي بي اف والاكس بتحقن في الميت كابيتي. الكلام ده مهم جدا، بدل ما يحصل ايه اكتب حقن سبعة بعمل لوتيال فيس سبورت. حد يعرف ده ايه؟ حد بروجستيرو ناتشر لمدة اسبوعين وتعمل اختبار حرارة. على فكرة ما بديش ده بس، احنا بندي كم ادوية ورقة قد كده كورتيزون عالمي. انا مش عايز اي حاجة تبوظ، انا حاجة انا عايز تحمل. ها وديها بقى وسط كورتين على اسبرين على كوبال اف. المهم ان انا كان اسم كاتب حد مين بس يزود اكل البيبي ده مسبب لمدة اسبوعين وتعمل اختبار. طلع موجب اعمل ايه؟ كونتينيو لغاية الشهر الكامل التالت او السادس، وتكمل بقى بعد كده على وندي بقى كالكسان وندي كم ادوية عشان اثبت الحمل اللي حصل. سبع خطوات عشان هنتفرج عليه. جي ان ار اتش انالوج ليه؟ مش عايز يطلع سيرف. ليه بعمل اوفيريان ستيميليشن؟ عايز اعمل سوبر اوفيريان ستيميليشن عشان اطلع كمية بويضات بانضف نوعين وتابعهم بالسونار. عد ال 18 قد مين؟ اتش سي جي اجيبها قبل كام ساعة المستشفى؟ 36 ساعة اندر جنرال انستيزي. ادخل بابرة اشرط الفوليكل هتشوفهم دلوقتي وحطهم في انابيب عشان كده بيسموهم اطفال انابيب. وبعد كده بتروح منقولة في طبق. بعد كده بنعمل يوم العرس لاب سبيرم 600,000 بدي مين؟ اي بي اف. امال الاكس اللي عايز اعرف بدي امتى تتعمل؟ بنعملها يومين دول حالة واحدة. اذا كان الوول بتاع البويضة ايه؟ رقيق جدا، كل ما يجي يخرمه يبوظ. سيب بقى السبيرم هو اللي يدخل احلى، هو اللي يقول لك بتاع المعمل. يعني ديت امتى اعملها واسيبهم هم اللي يخرموا اذا كان مش قادر يقشر او يعمل ايه؟ انجكشن اوف سبيرمز. ننزل اللي بعدها اكزي هحقنه في انهي فيز؟ نسكيوها ميتا فيز 2. كم امبريو يكونوا انقل؟ 8 اللي هو يومين بعد، يبقى اليوم الثالث الرابع ما ينفعش اول او ثاني. لو تيال فيز سبورت بدي دواء اسمه ايه؟ بروجستيرون. انتوا ما تعرفوش الفعل اسمها سوزي؟ يا سوزي دي دي مش في مصر، الحمد لله مش في مصر. ده احنا نحمد ربنا ان في ناس عندنا في المعمل بيعرفوا يخرموا دي. بس تعرف ان المسافه قريبه ده، يعني زي دي عملت كده اروح جايه الناحيه الثانيه. ها فاحنا نحمد ربنا ناخد سوزي دي. ايه بقى اللي عايز يعرفها؟ ادي سوزي مكتوبه تحت الجدول سوزي. بفتح ده بس حاجه بقى تقدم تاني خالص. يعني بخرم مين بس؟ بخرم الزونه. ها واحقن سبيرمز هنا. حد يعرف ليه؟ اقوى سبيرم هيعمل ايه؟ هيخرج من الايج ممبرين. كده قللت الانسس والكونجنتال. دي طبعا لسه ما وصلناهاش خالص. اسمها سوزي. اختصار ايه بقى سوزي؟ سب زونال انجكشن اوف سبيرمز. مش موجوده في كتاب الاسم بس سالوها شكله. اسمها سب زونال انجكشن. دي ممتازه يا رب. دي عايز تشتغل كويس اتعلم معمل. على فكره بتوع المعمل دولت بتشفته. يعني كل واحد يفتح مركز اطفال انابيب يجيب واحد في المعمل يسجنه جوه، هو بيروحه بس ايه؟ بيعمل معاه عقد احتكار، يمضي معاه مرتبات خياليه ان هو بس يحل والنتائج بتاعته تعلى. على فكره دكتور النساء عمل ايه عشان ياخد فلوس في دي؟ حد فاكر الخطوات؟ انا بدي حقنه وتابع التبويض وباخد ثمنها على فكره. خلاص؟ بعد كده هو اوديها المستشفى اخد بويضات اعمل كده. امتى؟ اخد كام؟ في ناس بياخدوا 10 بياخدوا 20 بياخدوا 30. فعشان بقول لك ان الموضوع يا دكتور، على فكره الدكتور لسه ما بيعملش حاجه. هو المشكله في مين؟ اللي في المعمل. انا اروح مكان نتائجه ايه؟ عاليه، تلاقي انا اسمي عالي بس اللي في المعمل ده اسمه غير معروف. ما انا على فكره اللي في المعمل ده هو اللي بنجحنا احنا. هي اللعبه كلها مش الدكتور، اللعبه كلها مين؟ اللي هو الدكتور بتاعنا. عشان كده ما بيسيب اي مستشفى بتاع المعمل يسافر فيه. يعني في مره واحنا شغالين لقيت بيقول لك ده واحد سافر وجابوا حد غيره. رحنا سايبينها ورحنا واحدة تانية علشان يبقى اسمه ايه؟ نعم. اساسا السبيرم مش بيعرف يتحرك خالص. ايه؟ سوزي. واحد بيخرم تروح عاملة شحنة كهربائية مفيش حد يخرم تاني. هو واحد الحاجة. لا الام طايل، الام طايل دي مش هيعرف يدخل. نعم؟ بس اذا كان عددهم قليل ايه المشكله؟ انت بتحقن حوالي 10 ولا
فهمتني قصدي؟ يعني الموتايل مش هينفع، الموتايل لازم اخرج له الاثنين. انا بعمل اكزي لان هو الموتايل. لا مش لازم، في اسباب ثانيه. لسه قايلين ان النمبر ايه؟ اقل من 80,000، ان في عند العانه ايه؟ انكسبليند انفيرتيليتي، ان نفس الاسباب بتاعت الاي بي اف اللي هي دايلاتريج، اسباب ثانيه. اما يعني يبقى ايه الموتايل لازم اخرج له الاثنين. هو الاتش سي جي بالانترناشونال يونت ولا ملي انترناشونال؟ ملي انترناشونال بير ملي. اتفرج على الاي او اي. خلاص مش هتفرج على الاي او اي؟ ده الاي او اي والاكزي والاشعاع الثوره